بانكيك الفراوله في الميكرويف. ما تهزريش يا اميره، بانكيك في الميكرويف والله العظيم بيطلع تحفه، بيطلع تحفه. جربوه بس وعلى ضمانتي وقولوا لي يعني ايه اللي حصل. طيب عشان نعمل بانكيك الفراوله عندنا ربع كوبايه من الدقيق الابيض، 1.5 معلقه صغيره من السكر، طبعا ممكن تزودوه لو انتم بتحبوا السكر زياده. عندي ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، عندي 3 معالق كبيره لبن بالفراوله، تكونوا ضربتوا فراولايه مع شويه لبن او انتوا عاملين فراوله باللبن اصلا فاخدتوها، او تحطوا فراوله بيوريه مع معلقه لبن، يعني ما توتروش الدنيا يعني. 0.5 معلقة صغيرة من الفانيليا، بعد كده للتقديم بحط ميبل سيرب وفراولة وسكر بودرة وصوص فراولة أو حاجة منهم، وكمان ممكن تحطوا قطعة من الفراولة جوه البانكيك، ممكن تحطوا تشوكلت شيبس جوه البانكيك، ممكن تحطوا قطعة من الموز جوه البانكيك، وممكن تحطوا معلقة زبدة جوه البانكيك، كل ده على نفس الوصفة بالظبط اللي قدامكم. تمام؟ تمام. هنعمل إيه؟ هو زي ما احنا متفقين دايما كله على بعضه هنا، دقيق، بيكنج باودر، سكر، لو اللبن بالفراولة ده مسكر اصلا يبقى مفيش داعي للسكر، ونقطة فانيليا. هقلب في نفس الطبق او في نفس البولة اللي انا هدخلها الميكروويف، واقلب اقلب اقلب. بس نتأكد مفيش أي كلكعة خالص، وأنا الصراحة ممكن عشان بس أوريكوا الفكرة وتطمنوا يعني، أهو أحط شوية فراولة جوه. أنا بحب الشوكولاتة قوي مع الفراولة، فلو عندي تشوكلت شيبس كان زماني حطيت تشوكلت شيبس مع الفراولة عادي دلوقتي جوه الخليط. شايفين اللذاذة؟ أهو هجيب منديل أنضف أطراف طبقي كويس جدا جدا، هحط الغطا، هقفل، هشغل على دقيقتين.